لو الحكاية فيها إن فيديو. نحن استلمنا المبلغ اليوم ما جاش المبلغ. المبلغ إحنا من شهر 8 تقريبا يعني. في 9 و 10 و 11 و 12 و 1 5 أشهر. دكتور مشاري جه زارني هنا وقال خد الفلوس من شركة رائعة اللي هي برزنتيشن. فبرزنتيشن أبلغت رسمي إنه ما لهمش فلوس. فإحنا استأذننا قلت طب هناخد واحد لأن إحنا محتاجينه لأن ممكن باسم يجي له عرض ويمشي. فاستأذننا خالد قمر إنه يرجع عشان حتى نسوي جزء من البدونية اللي عملية تتحسن. فدكتور مشاري طبعا قال أصل الغول أنت هتهيزع. قلت له طب خلاص اديني كسونجا إعارة وأنت بتعرضه أصلا للبيئة والبلد سافر. سافر ورجع. يعني النية موجودة لإعارة أو استغناء عن كسونجا سواء بالبيئة أو الإعارة. ونصفي نشوف الفترة دي عايز دي كام إعارة ولو ليك فلوس خد وما لكش احنا تحت امرك. فقال لا عشان ده بقول الاتحاد هيزع. صفقه ان شاء الله على خير امبارح الساعه 3 فاكر لقيت الدكتور الانصاري عامل اللي كلمني. اولا حسام مولو اضافه كبيره لهجوم الزمالك ونادي الزمالك. عايزين تعرف الصفقه اهو 7 مليون الولد 9 مليون يبقى بكام؟ 6 مليون. الاستاذ احمد دوبار كل ما اقرا دلوقتي في دوبار يقول لك لو الزمالك اداني مليار مش هقعد لو اداني 2 مليار مش هقعد. يا احمد اللي وداك منتخب مصر الزمالك احنا هنوديك سموحه 16 مليون عشان تعرف انت الزمالك. هو قال هيتنازل عن 2 مليون من هي ما اعرفش 2 مليون من الادوات بتوعي يعني لكن حتى لو هو يتنازل عن 2 مليون هي الادوات ما اعرفش بتوعي يبقى اذا الصفقه مش تدفع بقى 2 من 6 يبقى بكام؟ ب 4 مليون. تمام؟ دي صفقة طبعا محترمة جدا لنادي الزمالك. باسل طبعا مضى ما مضاش بشروطه زي ما قال النهارده في احد الصحف. باسل كل اللي زاد فيه 500,000 عن عقده القديم. وراجع اقول تاني في اي وقت اي لاعب هيجيب عقد يليق بيه اللبناني اهلا وسهلا هنقول له اتفضل. ده عملناه مع لعيبه كتير عملناه مع محمد عبد الشافي كنا محتاجين باك شمال عملناه مع عمر جابر عملناه مع كهرباء عارة عملناه مع اي حد بيطلب عملناه مع محمد ابراهيم بس هو بيروح ويجي ومشيناه وراح رجع لي تاني عملناه مع كل الناس. هيبقى فاضل عندنا بقى خالد قمر اخر حاجه طبعا مع احترامي لنادي الاتحاد السكندري والجمهور العظيم سيد البلد نادي محترم في اجهزه رقابيه بتراقبني وبتراقبني. احنا ودينا حازم امام وبازوكا وسالم والله انا فاكر لسه ماليش السن ان انا يعني حد يذكرني وخالد قمر